Taxi, bak, 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 of. أهلين أهلين الموضوع. سلمني على الميمي في قطر مع السلامة. شلونك يا كرقوس؟ أهلين أهلين عبور أهلين. لك شبكم شبكم كل يوم بلاقي صوتكم طالع لمنات الحارة. إمتى هاد الحكي؟ بس بعد الفطور إلكم، لأنه نتخانق على الرومون كنترول. شو هاد سيدي؟ يعني عن جهاز التحكم. وليش تتخانقوا عليه؟ لأنه كل واحد بده محطة شكل. وليش بقى؟ شنو من كتر المسلسلات اللي عم تتعرض برمضان تقول يعني ما في شي شغلة ولا عملة إلا يعملوا مسلسلات؟ لا وشو النفع أكتر؟ لك طول بالك، يعني العالم بدها تشتغل. لك إيه بس يعني ما بيخلوا المسلسل بيصوروه كل السنة بيعرضوه لك برمضان. وعد لحيبة هذا بده هاي المحطة. طول بالك، يعني انت ليش معصب؟ يعني تعال لك شو الفكرة، هذا بده هذا المسلسل والمسلسل الثاني طالع جديد بنفس الوقت بغير محطة، وهذا بيقول لك هون بنعرض بعد ساعتين بنعرض بغير محطة. طبعا لأنه في مسلسلات بتكون محطات شهريتها للعرض الأبكر، يعني هي عندها أول عرض والعرض الثاني بيكون بغير محطة. إيه مو هون النهفة، النهفة إنه صار في مسلسلات يعني جزء أول، جزء ثاني، جزء ثالث، تقول صاروا مثل المسلسلات المكسيكية، حلقات مدري قديش وأجزاء مدري قديش. لك إيه معنى شي، العالم بدها تسترزق. لك إيه، والمشكلة إنه كل دول العالم بتتابعه ونحنا بنقعد بقى بننطش من محطة لمحطة، الله وكيلك ما بنكون تابعنا شي. طب أنا عندي حل. هات يا أبو الحلول. شو رأيك كل واحد فيكم يشتري تلفزيون لحاله ويشتري ستلايت لحاله ويشتري ريسيفر لحاله ويقعد يعني يحضر المسلسل اللي بده اياه؟ وشو رأيك فرد مرة يشتري بيت لحاله ويقعد لحاله؟ كمان فكرة. ايه شو بدي اقول لك؟ لك لا تطالع خلقي من غير شي، انا متزاول من البيت صرت يومين ثلاثة، إيه ما تفهمنا هاي الحلقة من هاي، ولا كنا عم نشوف هذا المسلسل ولا هاد، إيه كله بيشبه بعضه. يعني هداك اليوم شفنا مسلسل على زلمة انه عم بيشتري ويبيع، تاني يوم شفناه انه فلس، ثالث يوم رجعنا شفناه عم بيشتري ويبيع. داري مو نحنا شايفين مسلسلين بيشبه بعضهم لنفس الممثل، بس كل واحد بمحطة وكل واحد بعنوان وكل واحد بسيناريو تاني. عادي اعمل مثلي. شلون بدي اعمل مثلك؟ انا مسحت كل الاقنية، هيك ريحت راسي، خليت قناة واحدة اتابعة شو ما حطوا فيها شغالة. والله جبتها. ايه بس المشكلة انه هلا كله بيعرف يولف، يعني ما في داعي، القناة اللي بدها كانوا بيطالعوها. ايه مزبوط هذا الكلام، بس انا ما عندي حدا يعمل هيك، لانك انت قاعد مع امك بمحراسكم، شو ما حضرت الحجة ما بتقلك شي. مو لا تقعد تحضر الحجة اول، يا من تراها قاعدة هي وجارتها على الشباك وعم بيتنادموا مع بعضهم. اللي لقلك حديث النسوان كان ورا الباب صار ورا الشباك. انيال قلبك، عود انا هلا لحي من مسلسل لمسلسل ومن حلقة لحلقة من ممثل لممثل، وهات لقلك وبالاخير نطلع من رمضان ما لنا شايفين مسلسل من الثاني، مخربطين باسمائه، مخربطين باجزائه، ومخربطين بعناوينهم. شو بدك اكثر من هيك؟ والله عايشين بكرم ما شاء الله، التلفزيون عنا والممثلين كثير كرمه وخصوصي برمضان. ايه يلا، بما انه انت قاعد مع هالكرم كله نيال قلبك. لك بتعرف كمان في مسلسلات بتنعرض برمضان عن جد
ما لازم تنعرض. لك هلا هتقعد انت تقيم للمجتمع؟ لو بس عم بقول لك يعني ايه، روح احضر مسلسلك هكا. يلا بدك شيء؟ لا سلامتك وخاطرك، مع السلامة. أهلين أهلين.